لو الحكاية فيها إن فيتو حديث الخطاب الديني بما لا يليق بحال من الأحوال، يأتي هذا المؤتمر ليضع النقاط فوق الحروف وليوضح للعالم بأسره بأن مصر بأزهرها الشريف وبعلمائها وأئمتها وتاريخها وحضارتها صارت هذا الطقس. ولا تصح سمعا لبعض الفضائيات الكذوب التي تحاول ان تميل التراب على شوارع أئمتنا وعلى حضارتنا وعلى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. احب ان اطمئن بان رب العزه تكفل بحفظ هذا الدين، لن ينال منه ملائكه، لانه قال ان نحن نزلنا ذكرى وانا له لحافظون. فلدينا يقين نقطه بان الله يحفظه وحفظه فعلا، وهذا يقين يفيد علينا يقينا قريبا منه بان الله تكفل بحفظ كل صحيح من السنه ليكون بيانا للقران كما قال سبحانه ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانا. اردت ان اطمئنكم من هذا المنتهى من كتاب الله تعالى حتى لا يصيح احد سمعا لاولئك الاثمين واولئك الظالمين، ولنقل في مسيرتنا أمناء ومخلصين على تحقيق وتصحيح وتحديث العملية التعليمية والخطاب الديني في واقعه ومواجهة التحدي الحضاري والعمل على تحقيق هذه الآمال. أدعو الله من كل قلبي أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد الكائدين، إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله.